مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى هل تضحي بيوم كامل لإسعاد شخص أنت لا تعرفه؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضمنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضمنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بحب في كل حلقة أشكر كل مشاهد ومشاهدة بيهتموا يتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت أو عن طريق الفيسبوك، تعمل لايك لصفحتنا أو تدخل إلى الجروب على الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب. عن طريق قناتنا حياتك في قصة تقدر تعمل تحميل وتشاهد وتستمتع بكل القصص والترانيم السابقة في برنامجك حياتك في قصة. ارسل لي قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة من القصص المؤثرة والرائعة جدا بعنوان ويليام جراي. ويليام جراي القتيل الأمريكي في العراق، كتبها خادم الرب المبارك الدكتور فايز فؤاد على الفيسبوك، وأنا أخذتها منه لأني استمتعت بهذه القصة. كتب هذه القصة تحت عنوان الآية، تحت العنوان الآية في يعقوب 4:17: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. بيقول دخل جندي شاب إلى المستشفى وهو مضطرب شوية. الممرضة أول ما شافته على طول من غير ما تسأله حاجة أخذت بإيديه وقالت له: تعالى ده أبوك بيدور عليك. وراحت دخلت بيه إلى مكان زي عناية مركزة، لقي الراجل محطوط له أنابيب الأكسجين وفي حالة خطرة. فالممرضة قالت له: امسك إيده. فمسك الجندي الشاب مسك إيد المريض، والمريض داس عليها بشدة وظل ماسك إيده طول الليل. عند الفجر إيد المريض بردت، فعرف الجندي إنه المريض مات، فترك الإيد وراح للممرضة اللي كانت نبطشية موجودة في المستشفى وقال لها: المريض مات. قالت له: البقية في حياتك أبوك مات؟ قال لها: لا مش أبويا. هو ده مين؟ قالت: الله، ده أنا اعتقدت أن أبوك ده هو كان بيدور على ابنه الجندي ويليام جراي وبيقول أنه لازم يجي. قال لها: ياه، ده أنا جاي مكلف من الجيش الأمريكي لأبو ويليام جراي أقول له أن ابنك ويليام جراي قتل في العراق بإيداء أبو ويليام جراي. قالت له: طب لما مش باباك أنت قعدت ليه طول الليل ماسك إيده؟ قال لها: علشان حسيت إنه في احتياج، مسك إيدي وضغط عليها وحسيت إنه محتاج إنه حد يقعد جنبه، وأنا بالأخلاقيات الطبيعية وضعت إيدي في إيديه وقعدت منتظر علشان أديله تشجيع. قالت له: أنت إنسان عظيم، وهو اعتقدك إن أنت ابن ويليام جراي ومات في سلام لأنه ظن إن ابنه عايش، ولو كنت قلت له انه ابنك مات كان مات في حسرة وعذاب. وشكرت هذا الجندي اللي جاي يخبر الاب ان ابنه ويليام جراي مات، لكنه قضى ليلة كاملة معاه في عمل خير جميل جدا. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة، قصة ويليام جراي القتيل الامريكي في العراق، بعدما نستمتع بترنيمة من الروائع، من أروع الترانيم اللي بحبها لأيمن كفروني. بنصحك استمع لكل الترنيمة وما تسيب الريموت من إيديك، في كلام خاص ليك بعد الترنيمة. لما عينه إجت بعيني ما بعرف شو تغير فيه، لما عينه اجت بعيني ما بعرف شو تغير فيه، مع انه برص نجاسي
قد انه يلمسني وشفاني وحن علي، طهرني وحن علي. عرفوني أبرص عزلوني وعن أغلى حبابي فصلوني، عرفوني أبرص عزلوني وعن أغلى حبابي فصلوني، وشو اشتاقوا إيدي وعيوني يشوفوا ناس تقرب مني، لكن كلن بعدوا عني. ولما عينه اجت بعيني ما بعرف شو تغير فيي، مع انه برصي نجاسي وحرمني اهلي وناسي، ما تردد انه يلمسني وشفاني وحن علي، طهرني وحن علي. لمست ايده شفى لي جروحي وشفى معها نفسي وروحي، لمست ايده شفى لي جروحي وشفى معها نفسي وروحي، نساني الامي واحزاني وعملني برقه وحنيه، وبيكفي انه اطلع فيي. لما عينه اجت بعيني ما بعرف شو تغير فيي، مع انه برصي نجاسي وحرمني اهلي وناسي، ما تردد انه يلمسني وشفاني وحن علي، طهرني وحن علي. رح أقضي عمري وأيامي اشهد للناس اللي قدامي، رح أقضي عمري وأيامي اشهد للناس اللي قدامي، عن ربي يسوع اللي شفاني وعلى نفسي المحنية وعلمني عيش بحرية. لما عيني اجت بعيني ما بعرف شو تغير فيي، لما عيني اجت بعيني ما بعرف شو تغير فيي، مع انه برصي نجاسي وحرمني اهلي وناسي، ما تردد انه يلمسني وشفاني وحن علي، طهرني وحن علي. لما عينه جت في عيني ما بعرف شو تغير فيا، مع انه برص نجاسة. هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها ولحنها ورنمها لينا مرنمنا الجميل أيمن كفروني، أنا ما أعرفش ترنيمة بالعربي تاني على لسان أبرص. تخيل هو الأبرص بالذات أنه كان بيقيم وحده وممنوع حد يلمسه، ليه الرب يسوع راح له ولمس الأبرص تحنن عليه؟ دي أثرت جدا في أيمن كفروني فكتب الترنيمة الرائعة. تخيل الأبرص
وعلى لسان الأبرز بيقول هقضي عمري وأيامي أشهد للرب اللي فداني. كلام رائع جدا في قصتنا النهاردة اللي بعنوان ويليام جراي القتيل الأمريكي في العراق. قصة الشاب اللي جاي يبلغ أبو ويليام جراي أنه ابنه مات في العراق، فهي الممرضة اعتقدت أنه هو نفسه ويليام جراي لأنه الأب كان بيسأل ما فيش ويليام ما جاش، فراحت بيه للأب اللي كان في أواخر ساعاته، مسك إيد الشاب اعتقد أن ابنه لأن الأكسجين كان عليه، وظل طول الليل ماسك في ابنه. وفي الآخر لما مات راحت الجندي بيقول لها الراجل مات، قالت له البيا في حياتك مش أنت ابنه، مش أنت ويليام جراي؟ قال له لا 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 ده أنا جندي جاي أقول أني لأبو ويليام جراي أن ويليام جراي مات. قالت له طب إيه اللي خلاك قاعد طول الليل ومديله إيدك؟ قال علشان حسيت أنه محتاج ليا، عمل خير عمل خير. عايز أشاركك في ثلاث كلمات هامة جدا جدا في هذه القصة، ويا رب أثر فيا وفي كل مشاهد لأن الموضوع ده مهم جدا. عايز أتكلم كلمة على أن فعل الخير أوامر السماء. يعني الناس مش هتعرف أننا مسيحيين حقيقيين وأننا أتباع لهذا الملك الذي جاء ليصنع خير إلا لما نعمل الخير. ربنا أمر أن نعمل خير، فعل الخير أوامر السماء. ثم عايز أتكلم كلمة تانية عن رب الخير يزور البؤساء، كيف كان المسيح على الأرض في جولة سريعة. ثم هختم كلامي أن الموت للكل بدون استثناء، ما بيفرقش بين الأب وبين الابن في أي وقت. ربنا أمرنا نعمل الخير، مثلا مكتوب زي ما كتب الدكتور فايز فؤاد في التعليق على هذه القصة أو حط العنوان الآية بتاعت يعقوب 4:17، رب تكون حفظتها كآية هذه القصة، بتقول فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. يعني هذا الشاب لما حس أن الراجل ده محتاج له قضى الليلة معاه. ياه. ويمكن في بداية الحلقة سألتك هل ممكن تضحي بساعات أو بيوم لإسعاد شخص ما يعرفكش؟ هذا هو المؤمن الحقيقي، هذا هو فعل الخير. مكتوب اتكل على الرب وافعل الخير في مزمور 37. أيضا في مزمور 37 بيقول حد عن الشر وافعل الخير واسكن الأبد. في عبرانيين 13 بيقول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، دول حاجتين، فعل الخير مساعدة لطف رقة حنان ثم تقدم عطايا. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، اسمع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. يعني أنت لما تقدم خير لحد كأنك كاهن تقدم ذبيحة لله. على فكرة الذبائح لا تقدم فقط في الكنيسة لكن في الشارع، في البيوت، في كل مكان، في الطائرة، في العربة، حينما تقدم كلمة خير، ابتسامة خير، هذا أيضا ذبائح عند الله. فاكرين المثل الجميل اللي قاله الرب يسوع المسيح في متى 25؟ بيقول للذين عن اليمين كنت جعانا فطعمتموني، كنت مريضا فزرتموني، يقول احنا ما شفناكش، يقول كل اللي فعلته باخوات الاصاغر. انظر الى اليسار، كنت مريضا فلم تزوروني، كنت مسجونا فلم تزوروني، يقول ما شفناكش، ما مرضتش تعمل بدولة فعل الخير. أنا بشكر رب أعرف بعض الناس مثلا في القاهرة، بعض الأخوات كرسوا أنفسهم مرتين في الأسبوع بيزوروا مستشفيات، مش يزوروا قرائبهم، لا، يروحوا المستشفيات كده ويلفوا على الأوض، وتكونت خدمة عظيمة في القاهرة من خلال هؤلاء الأخوات اللي بيقضوا يمكن 3 ساعات لمدة يومين، يعني 6 ساعات في الأسبوع، وبعد بدأوا يهتموا بأولاد وبنات المرضى، وبعدين يعملوا مؤتمرات وفعل الخير. وأنا بنفسي شفت نتائج مباركة لفعل الخير. فعل الخير أوامر السماء. لكن أتكلم في النقطة الثانية عن رب الخير يزور البؤساء. اسمع ما هو مكتوب عن الرب يسوع المسيح في وعظة الرسول بطرس، يقول يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسح بالروح القدس والقوة، أيوة، فجال يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كان بيروح للأبرص ويلمسه زي ما سمعنا من ترنيمة أيمن كفروني،
قال روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. صدقني وبقول بنعمة الرب بعد حوالي 29 سنة بخدم فيها من قرية لقرية ومدينة ودولة، أسعد لحظة لما تقدم حاجة أو كلمة أو موقف لإنسان تعبان وأشعر أنه ابتسم. قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، وهو بيقول كده كان هو المسيح قال الكلام ده مش في الأناجيل لكن في سفر الأعمال أصحاح 20 على لسان الرسول بولس، قال كما قال الرب يسوع مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. قال كده لأنه هو المعطي. قبل ما يكلم الناس عن الخبز الحي النازل من السماء قدم لهم أكل. قبل ما يتكلم عن شفاء الروح وغفران الخطايا مثلا، سواء مع الأعمى في متى في يوحنا 9 أو مع المريض في بركة بيت حزدة في يوحنا 5 شفاهم. افعل الخير لأن يسوع المسيح جال يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. من يعني هنقول للنقطة الثالثة واختم حلقتي، لكن عايزة أذكرك بمثل مهم جدا في إنجيل لوقا 10، مثل بنسميه السامر الصالح. عارفين راجل نازل بين أورشليم لأريحة وقع بين اللصوص على الروح وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. نزل اللاوي عدى عليه، لا يمكن تصعب كده ظروفك صعبة، ومشي. الكاهن قرب كده وقال له حظك وحش ومشي. ليه؟ لأنه خافوا يلمسوه فيتنجسوا. بس شخص سامري صالح مسافر لما رآه نزل على الأرض، تقدم ونزل عند دبته وأخرج له زيتا وخمرا وضمت جراحاته وشاله وحطه على الحمار وصل الفندق ودفع من جيبه، صنع الخير ودفع من جيبه دينارين وقال لصاحب الفندق على فكرة كل ما تنفق أكتر أنا هديك. وسأل المسيح سؤال للناموسي اللي بيسأله، قال له مين ترى من التلاتة قريب للراجل ده؟ الكاهن اللي عدى وسابه، ولا اللاوي اللي عدى وسابه، ولا السامري اللي هو في نظره عدو بس نزل وضمت جراحاته ورفعه وعمل معاه الخير؟ فقال أظن السامري اللي ساعده. قال له افعل أنت هذا، دينا رب نعمة علشان نعرف أن الخير فعل الخير أوامر السماء، ونعرف أنه الرب يسوع رب الخير كان يزور البؤساء زي ما سمعنا في ترنيمة أيمن كفروني. ولكن أختم معك هذه الحلقة، الموت للكل دون استثناء في نص كلمة، مش هتكلم كتير. الولد جراي مات، الولد الشاب ويليام جراي مات قبل ما أبوه يموت بليلة، وده جاي يبلغ العسكري، جاي يبلغ الأب إن ولده مات، والأب مات يعني مات الولد وباباه مات بعد يوم. يعني الموت مش بيفرق لا في السن ولا في الشكل ولا في الجنس ولا واخد شهادة ولا مش واخد، الموت مش بيفرق. علشان كده الموت لا يخيف المسيح الحي. صدقني يقول الكتاب لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. أفضل حاجة إن أبقى مستعد، قل له يا رب عايز استعد للقائك، بأنك تيجي تاني وتاخدنا السماء. خليني زي العذار الحكيمات، عندي زيت وعندي آنية وعندي مصباح وجاهز يا رب، مستعد لمجيئك التاني. أقول أمين تعالى أيها الرب يسوع، وأقول ليش شاء ننطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جدا. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. لما عينه إجت بعيني ما بعرف شو تغير فيه، لما عينه إجت بعيني ما بعرف شو تغير فيه.